سيد عامل صاحب الجلالة، زميلي وأخي وصديقي وكل صفات الأخرى محبة، سيد الصيدي، السادة ممثلو السلطات الأمنية والعسكرية والمنتخبة والإدارية، السيدات والسادة ضيوفنا الكرام، المدير الإقليمي لشتوك إفداها، السادة يعني شركائنا المحليين، كل بصفتي من إطارات نقابية وفيدرالية جمعية الآباء ورؤساء المصالح من المديرية والمديرين والحاضرين، كل بصفته ونعتيه، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يعني بمناسبة تكريم، لصديق وزميل وأخ السيد الصيدي الذي تعاملت معه مهنيا منذ 2002، منذ أن كان في بوجدور، يعني كان يعني تعاملي معه، ولكن منذ أن التحق بتزنيت كنت من بين يعني المستفيدين من الخدمات التربوية باعتباري أني من أبناء المنطقة. فاليوم نلتقي جميعا لنقول بصوت واحد لسيد الصيدي شكرا جزيلا لما أسديته من خدمات لإقليم تيزنيت. فتيزنيت المدينة السلطانية، تيزنيت المدينة يعني الشريفة، كان القدماء يتحدثون عن مدينة توبليت، مدينة السلطان، مدينة توبليت، هذا هي التسمية اللي لقينا الآباء ديالنا والأجداد ديالنا يطلقونها على مدينة تيزنيت. فهذه المدينة السلطانية وسكانها في جبالها، في جماعات القروية، في الجماعة الحضرية أينما وجدوا، اليوم يجتمع هؤلاء نيابة عنهم لكي يقولوا لك شكرا. لقد تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد شكر يليق بعنقكم، لكن يعني نجد أنفسنا عاجزين على أن نصل إلى مستوى الخدمات التي أسقيتها في هذه الربوع من ربوع هذه المملكة الشريفة. سيدي الصيدي كما قلت الإنسان، سيدي الصيدي المدبر، سيدي الصيدي الأستاذ، بذلت ولم تنتظر العطاء، بذلت مجهودات ولم تنتظر العطاء، وإن اجتمعنا اليوم لشكرك وتكريمك فالشكر والتكريم لن يوفيكم حقكم، حقا سعيتم فكان سعيكم مشكورا. إن جف حبري أو حلقي عن التعبير فقد كتبتكم نبضات قلوب الحاضرين حبا وصفاء، سعيت ابتغاء الشكر فيما صنعت لي فقصرت مغلوبا لكني شاكر. مهما قلنا ومهما قلنا في حقكم أستاذ الجليل فلن نفيكم حق ما سعيتم. أجول المدارس في كل مدرسة في كل قسم أجد أثرا لكم. هنا مر رجل اسمه سيدي الصيدي، رجل أسدى خدمات تربوية، رجل أسدى خدمات تدبيرية، رجل أسدى وأسدى وأسدى. واليوم نجتمع لتكريمكم، ومناسبة اليوم التكريم، مناسبة اليوم التكريم وخير التكريم الدعاء. سيدي الصيدي وفقه الله، شاءت الأقدار أن نتبادل المواقع، كنت تسعود بين جامعة و 225 عدت 130 مؤسسة، عطيتك 345. أظن ويظن مع الجميع أنني قد عطيتك 8 وزيادة، ما فرقت فيك. شكرا أيها الجمهور الكريم، تبارك الله عليكم.